شهدت العلاقات الاقتصادية بين مصر والمجر نموا كبيرا خلال الفترة الماضية، وتولي مصر اهتماما كبيرا بالاستفادة مما تتمتع به المجر من إمكانيات اقتصادية وتجارية واستثمارية ملموسة، وهو ما يسهم في فتح فرص جديدة أمام الصادرات المصرية في الأسواق الأوروبية. إضافة للبعد السياسي الهام للعلاقات مع المجر والذي تطور كثيرا منذ أن تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي المسؤولية، فإن مصر تهتم بالاستفادة مما تتمتع به المجر من إمكانيات اقتصادية وتجارية واستثمارية ملموسة. كذلك تعد المجر عضوا في مجموعة دول فيشغراد التي تمثل سوقا كبيرة وواعدة بالنسبة لمصر، حيث يبلغ عدد سكان تلك الدول المجتمعة نحو 64 مليون نسمة بناتج محلي إجمالي يبلغ نحو 8.1 تريليون دولار. وطرحت مصر أفكارا خلال القمة التي شارك فيها الرئيس السيسي في بودابست بشأن إنشاء منطقة صناعية خاصة بدول التجمع في مصر، وكذلك إنشاء صندوق استثماري مشترك. وتمتلك مجموعة فيشغراد خبرات كبيرة في مجالات مختلفة كالسكك الحديدية والزراعة والري ومعالجة المياه والطاقة النووية والصناعات العسكرية، وهو ما يمكن الاستفادة منه سواء في تنفيذ المشروعات القومية الجارية بمصر أو زيادة الصادرات المصرية لأسواق تلك الدول. ويكتسب الاهتمام بالمجر من الناحية الاقتصادية بعدا إضافيا منذ انضمامها لعضوية الاتحاد الأوروبي، وهو ما يسهم في فتح فرص جديدة أمام الصادرات المصرية. بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تظهر تطورا شهده حجم التبادل التجاري بين البلدين، وذلك في مجموعة من المؤشرات خلال النصف الأول من عام 2021، والتي ارتفعت إلى 201.1 مليون دولار مقابل 138.5 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020، بنسبة ارتفاع بلغت 45.2%. وتمثلت أهم الصادرات المصرية للمجر في منتجات القطن والخضروات والفاكهة والأسمنت والأسمدة والسجاد، فيما ضمت أهم الواردات المصرية من المجر المعدات والأجهزة والمولدات الكهربائية وعربات قطارات السكك الحديدية والزجاج والألومنيوم.